السلام عليكم. بروجي اعرض للجوجل لا 5 جي هو اسانسور كيوصل ما بين الارض والقمر. خليكم معنا في الحلقه الثالثه من برنامج جيك نيوز. بروجي ارا هو واحد المشروع ديال جوجل اللي كتهدف من خلاله ان تخلي المستهلك يختار المواصفات اللي بغى في التليفون ديالو. وكتقوم فكره المشروع على صنع هاتف اللي هو عباره عن هيكل رئيسي كيتضمن واحد الشاشه وبروسيسور وبطاريه صغيره فقط بالسعر ديال 500 درهم، وكيقدر المستهلك يشري من بعد الاجزاء اللي بغى يضيفها، مثلا لا رام، كاميرا، ولا يزيد في الذاكره ديال الهاتف ديالو. وكتجي هذه الاجزاء على شكل وحدات سهله التركيب والفك، وكتخلي المستخدم يطور الميزات ديال الهاتف ديالو بلا ما يحتاج يشري هاتف واحد اخر. The modules communicate with the main board and each other. Even the way the modules lock into the frame is futuristic. Potential consumers. In fact, they're targeting the. في نظركم هذا البروجي ار ديال جوجل واش غادي يلقى اقبال من عند الناس؟ خليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات. كيف ما قلنا في الحلقه الاولى على ان نوكيا نشرت اعلان على الابتكار الجديد اللي غادي تطرحه في 21 فبراير، ففي ذاك النهار اعلنت نوكيا على لا 5 جي. مي قبل ما ندوي عليها اجي نرجعوا لتاريخ ديال شبكه الاتصال. اول شبكه ديال الاتصال واللي هي الان جي اللي كتمكن غير من ربط الاتصال ما بين جوج ديال التليفونات. موراها جات لا 2 جي اللي وليتي فيها تقدر تصيفط رسائل نصيه. موراها 3 جي اللي عطات للناس قدره على اجراء مكالمات وتصفح مواقع الانترنت، ولكن كانت السرعه ديالها ضعيفه. داكشي علاش جات الكار جي اللي حسنات من الجوده والسرعه ديال الخدمات ديال 3 جي. ودابا لا 5 جي اللي كتوصل السرعه ديالها ل 19 جيجا في الثانيه. هاد السرعه اللي تخليك تيليشارجي 5 ديال الافلام بكاليتي اتش دي في ثانيه واحده، وغادي تساعد مثلا حتى في تقديم خرائط للسيارات بدون سائق بحال اللي كتطورها جوجل في ولايه كاليفورنيا. مصعد ما بين الارض والفضاء هو واحد المشروع اللي اعلنت عليه النازا. غادي تكون محطه في الفضاء موصوله بمحطه في الارض بنانو تيوبز اللي معروفين بالقوه والمتانه ديالهم. Solar array. It looks like they'd make it to the top in record time, fast enough to claim the 150,000 miles above Earth. Then, lower a cable or ribbon and attach it to a platform at sea. Clamped to the ribbon, هاد المصعد غادي يمكن لأي واحد يمشي في رحلة للفضاء بثمن ما كيتعداش 2000 درهم، ويمكن أيضا للناس اللي كيقوموا باستكشافات خارج الأرض بالقيام برحلات فضائية بكلفة أقل من ديال الصواريخ اللي كتكلف الملايين ديال الدولارات. دابا وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديالنا، ما تنساش إلا عجبك الفيديو وستافدتي تبارطاجيه مع أصحابك والناس اللي كتعرف، خليو لينا الآراء ديالكم في لي كومونتير لتحت، نتلاقاو في السيمانة الجاية إن شاء الله في نفس الموعد وفي نفس لاشين. السلام.